قال: وقال أبو يعقوب الأقطع: زوجت بنتي من الحلاج. دخلت جزاه الله خير، زوج بنته للحلاج. فبان لي بعد مديدة، تصغير مدة يعني شنو؟ يعني ما عاش مع البيت كثير لأنه مجرم. فبان لي بعد مديدة أنه ساحر محتال. ده نسيبه ذاته، هذا وهابي؟ طيب. وقال أبو عمر ابن حيوة: لما أخرج الحلاج ليقتل مضيت وزاحمت حتى رأيته، فقلت لأصحابه: لا يهولنكم. فقال هو الحلاج يعني لأصحابه لما ذلك تلو الحلاج، قام اتلفت لأصحابه قال لهم: لا يهولنكم فإني عائد إليكم بعد شهر. زي منو؟ محمود محمد طه. ده نفسي محمود محمد طه لما جاء يقتلوا نميري أتباعه بقى يقولوا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الشغلة دي ما جديدة، الشغلة دي قديمة، نازل بيجيبوا من وراء، عندهم شيوخ من وراء. طيب. قال الذهبي معلقا على هذه الحكاية الأخيرة: قال: هذه حكاية صحيحة توضح أنه ممخرق، يعني دجال، يعني محتال، ممخرق حتى عند القتل، تدل على أنه ممخرق حتى عند القتل.